معنا المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. سيد محمد، الحديث عن رفض بريطانيا امتلاك إيران سلاحا نوويا، تفضل. نعم، بريطانيا تحاول في هذه الظروف أن تساعد أمانة التصعيد في هذا الملف، وتدشين طاولة للمفاوضات حيث إيران ما تريده تحصل عليه، أي إلغاء العقوبات مقابل حصول بريطانيا على امتيازات معينة، منها الإفراج عن مواطنيها السجناء في إيران وغيرها من الامتيازات. لكن المشكلة ليست في الموقف الأوروبي، المشكلة أو العائق هو في الموقف الأمريكي الرافض لإعطاء تنازلات لإيران قبل بدء المفاوضات، ما تريده طهران، وتقول أن أي إلغاء أي العقوبات ستكون شروط مسبقة وليس ضمن المفاوضات. حديثك عن الولايات المتحدة الأمريكية يقودنا إلى سؤال جديد سيد محمد، يعني هل يمكن لبريطانيا باعتقادك أن تعود لأخذ زمام المبادرة ودعم واشنطن في ظل مماطلة إيران وعدم استئنافها مفاوضات فيينا؟ هل هذا وارد؟ نعم، الآن بريطانيا وخاصة بعد المعاهدة أو الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا سيكون موقفها أقرب للموقف الأمريكي في هذا الملف، وكذلك نظرا لأن فرنسا الآن تلعب دور مساعد وداعم للدور الإيراني من أفغانستان وصولا إلى لبنان مرورا بالعراق، فبريطانيا لا ترغب بهذا الدور الفرنسي بهذا الشكل في المنطقة، واستحواذ فرنسا على ملفات بالجملة منها الصفقة العسكرية بين العراق وفرنسا التي تقدر بما يقارب 30 مليار يورو، وحاليا ما يحصل في لبنان إعطاء الأفضلية لأذرع إيران في لبنان، فكل هذه الملفات أيضا تؤثر على هذا الجانب حيث تدفع بالولايات المتحدة وبريطانيا بجانب وفرنسا وألمانيا بجانب آخر أي داعم لإيران. لكن ألا ترى سيد محمد أن إدارة بايدن حتى الآن فشلت بالضغط على إيران للجلوس إلى الطاولة؟ السؤال هنا كيف يمكن تبرير الفشل الأمريكي؟ طبعا إن وافقنا على هذه النقطة بأن إدارة بايدن تريد من إيران الجلوس على هذه الطاولة، يعني لاحظنا بايدن كان يواعد بأنه سيلغي العقوبات التي فرضها ترامب من خلال مراسيم رئاسية وليست قوانين مررت في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لكنه لم يبادر على إلغاء ولا أي من هذه مراسيم ترامب، أي بايدن يواصل سياسة ترامب بهذا الجانب دون تغيير نظرا للضغوط التي يمارسها الكونغرس وكذلك الجيش الأمريكي الرافض لتخفيف الضغوط على إيران. والآن الحديث عن أن إدارة بايدن عازمة على فرض عقوبات جديدة على إيران الأسبوع القادم، فموضوع ملف إيران في بالنسبة للولايات المتحدة يخضع ضمن الصراعات أو تطارب وجهات النظر بين مؤسسات الدولة الأمريكية. في سؤال جديد سيد محمد، يعني الحرس الثوري الإيراني أكد إصابة 3 أشخاص بحريق في مركز أبحاث تابع له في طهران، توسع وتكرر هذه الحوادث إلى أي مدى يوحي بأن البرنامج النووي الإيراني لن يصل لما تريد طهران؟ يعني هذه الحرائق والتفجيرات أو ما تسميه طهران بالأحداث العربية هي ليست أحداث عربية ولا حرائق، هذه عمليات تنفذ من خلال جهات داخلية وكذلك جهات خارجية والتي تؤثر على ملف إيران على طاولة المفاوضات بين القوى العظمى. والآن هذا التفجير الجديد في طهران مركز أبحاث تابع للحرس الثوري وله علاقة بالصواريخ البالستية وكذلك صنع صاروخ يستطيع حمل رؤوس نووية في هذا المركز تحديدا اللي الآن تم استهدافه الليلة، فكل هذه تؤشر إلى أن لا توجد أو لا يوجد توافق ويعني تطابق في وجهات النظر كما كان عليه خلال عهد أوباما، وتوصلت القوى العظمى إلى توافق نووي في عام 2015 تموز 2015. الآن نرى أن هذا التوافق لا يوجد، وبالعكس هناك صراع محتدم حول استقطاب إيران، حيث الصين استطاعت أن تستقطب إيران بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا، والآن جهات أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة غير راضية من هذه الحالة في إيران.
للسؤال الأخير الآن سيد محمد، يعني ماذا ينتظر من وكالة الطاقة الذرية بعد إخلال طهران بالوفاء بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة كما تعلم؟ السؤال، هل يمكن أن نرى دورا مختلفا يدفع واشنطن والاتحاد الأوروبي لخيارات أخرى أقسى ضد إيران؟ يعني كما أسلفت، واشنطن ولندن موقفهما مختلف عن باقي الدول خاصة الدول الأوروبية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ليست إلا مؤطر ومشرع لبرنامج النووي الإيراني ولا أكثر، وهي تتعاون مع الصين وألمانيا خاصة اللتين تريدان لإيران دور أكبر في المنطقة. فهذه الوكالة تشرع لإيران بغض الطرف عن الجزء السري العسكري لبرنامج النووي الإيراني، وتقول أن المراكز التي تراقبها هذه الوكالة خالية من أنشطة غير قانونية أو خارج من إطار البروتوكولات. فهذا يعني أن الوكالة الدولية بشكل عام تخضع لأجندة الصين وألمانيا وليس للأجندة الدولية وباقي القوى العظمى خاصة الولايات المتحدة في هذا الملف. فالولايات المتحدة كما أسلفت ستتجه بفرض المزيد من العقوبات، وسنشهد المزيد من الهجمات على المراكز العسكرية الحساسة وكذلك النووية الحساسة الإيرانية خلال الأشهر القادمة، كما شاهدنا في تفجير منشآت نطنز أو استهداف لمنشآت عسكرية أو حتى رموز البرنامج النووي الإيراني. اغتيالات من هذا النوع أيضا ستستمر. المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.